أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: ما المسيح الدجال ومتى يظهر وما حقيقة الفتنة التي معه وما الجملة التي يتعوذ بها المسلمون منه؟ المسيح الدجال هو الفاتن الذي يخرج في آخر الزمان، وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، وقيل سمي بالمسيح لأن عينه ممسوحة لأنه أعور لعنه الله، عينه ممسوحة. والدجال سمي ولقب بالدجال من الدجل وهو الكذب، لأنه كذاب، لأنه كذاب في كل ما يقول وفي كل ما يفعل. ويبعثه الله في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة، فظهوره من علامات الساعة الكبار. ومعه فتنة عظيمة، معه فتنة عظيمة، وعنده خوارق أعطاه الله إياها للفتنة، لأجل الفتنة وامتحان الناس، ضعاف الإيمان أو أصحاب الأطماع يتبعونه والعياذ بالله، اغترارا بما معه من الأموال وما معه من المغريات، ولا يسلم منه إلا أهل الإيمان الصحيح. ولذلك كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حذر أمته الدجال، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تحذيرا من الدجال، لأنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولأن الدجال يظهر في أمته في آخر الزمان. والدعاء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة تشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، في كل صلاة سواء فريضة أو نافلة. وقد ورد أيضا أن من أدركه فإنه يقرأ 10 الآيات من أول سورة الكهف، أو في رواية من آخر سورة الكهف، فإن من قرأ هذه الآيات عصم من الدجال. نعم.